بقية وعدة قديمة معروفة برامج ناجحة. وإذا عرفت فيها وعرفت على المهارات عرفت بقريشي بناني الأزلي مريم الصافي مريم الغاري أستاذ عزيز الغاوي وكثير وكثير والشباب كذلك الحاج العام السعودي القرشي أحمد الريفي بعد مش المراش التاريخ قوية وجميلة والكلمة الآن للأستاذة كلمة حق الجمعية وكثير وتحية للدعاء الوطنية تحية طيبة وشكرا جزيلا للنساء والرجال في خدمة المجتمع لتحقيق هذه الفرصة وهذه الالتفاتة وهذا اللقاء الطيب وضر في حقيقة لا بشكل شخصي أيش وكانت والدي يعني هذه شعور تقريبا أول خرجة تنقرش وأنا تبتسم تشكر كثير الجمعية وتشكر الجمهور تشكر حضور لي حاضر وحضور وهادشي من شيا المغاربة من شيا المجتمع المغربي والخصوصية ديالو والمغوطات السوسيو تقنية اللي هي بطبيعة الحال منبثقة من مبادئ قيم الدين الإسلامي ديالنا وجريدة الإسلامية وبدنا تنعيشو عندها واجد فتنقول عواش مبروكة لكم الجميع عواش مبروكة لكل أقطاب ديال الجمعية وجمعية المجتمع المدني اللي هي فاعلة واللي هي تتشغل بحق من أجل المساهمة في تنمية المجتمع ما تمنيش الفرصة أنني نهني كل النساء المغربيات كل المبدعات كل في مجال تخصصي للمرأة المغربية مبدعة بطبيعة الحال انطلاقا من البيت إلى مختلف المجالات فهذه مناسبة صعبة من مكاني تستغلون إلى جانب الرجل إلى جانب الزوج إلى جانب الوليدات إلى جانب الأخ إلى جانب الأصدقاء الزملاء فأنا سعيدة جدا بهذه الأمسية هذه وبهذه الثلاثة اللي لا يمكن إلا أنها تبقى راسخة في الذاكرة وهي الشريف والتكليف وتتعطي واحد الشكرة بدون شكرية المزيد من الإبداع المزيد من العطاء فشكرا جزيلا للجميع شكرا جزيلا كان عزيزتي كريم محاضرة معي ولكن بالنسبة للأخت عزيزة مغيرة حزيزة فهي سلوكنا طيبة أخلاقا لأن ما كانت كل شكاك هذه الاحتفالية كإعلامية بقدر ما هي امرأة مغربية أصيلة أعطت شيء كثير ولذلك تعطي جمهورها من قلب وفرح ذلك عن كل لأن زميلة عزيزة حينما تكون منهكة في العمل الإذاعي انتم قد عرفتوا ان العمل الاذاعي ما عندوش وقت لا مناسبه ولا وقت ولكن تحرص عن كل وعن كل على تربيه ابنائها تعلق كل العزيزه الله يرحم بها الباب فدائما متالقه بالانسان العالي شكرا هذه المشكله اللي متالقه عن طريق شكرا جزيلا لنا مريم حافظة كلمة شكرا تعلمنا لديك أن مريم من كفاءات الأطر الإعلامية اللي تهتز بها بطبيعة الحال ما نطولش كيف خدمة مريم حنا نقول في الميكرو إذا بغينا نهضرو ما غنساليوش نخليو فرصة بطبيعة الحال الإخوة مشكورين الشكر الجزيل مشكورين في الطمع مشكورين جنود الخفاء مشكورين الشباب كذلك لأن حنا بالبرامج الإذاعية تهتز بالرواد ولكن تنعتز كذلك بفئة الشباب اللي تنعودوا عليها في حمل المشاعر في مختلف المجالات فتفضل مع العالم الجمعوي كاين الحمد لله كاين آفاق
كاين ولي دائما واحد الشعله اللي نهتزوا بها في مجتمعنا المغربي. وانا بقيت نتسنى من بدايه بعد ما خرجوا من المدرسه بقيت نفرح ونتقاسم معاهم هذه الفرحه. السي محمد حاتيم ولا رؤى هذو بداياتي. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا للاستاذه عزيزه بالوحده العاليه. وتحيه كذلك لسيده الميكروفون الحركه عفويه استاذه والزوج راه معاه. انا بغيت نعيط للزوج ديالي السي محمد. هذا هذا باش نتقاسموا مع بعض. واللي بطبيعه الحال وراء كل رجل عظيم امراه راه كاين وراء كل امراه عظيمه رجل. النجاح ديال المراه بلا شك اكيد في تضحيات ديال الرجال كذلك. اليوم الادب ديالنا اليوم ازواجنا كيف قلتوا اللي هما الاصدقاء ديالنا. فمرحبا وشكرا مره اخرى. شكرا السلام عليكم مساء الخير. عواشر مبروكة وكل عام والمرأة المغربية بألف خير. وكل عام والرجل المغربي بألف خير. ودائما أبدا ما عواشر. الله يجعل ربي يحفظنا البلاد يحفظنا الأمة يحفظنا الشعب يحفظنا الناس مجاهدات نساء مجاهدات سادة ديالنا لالا فاطمة. كل احترام والتقدير للجمعيات النشطة لهذه المهمة اللي تستقر مجهودات وتستقر انشغالات وهموم وتعيش هموم وكفتر من جميع الشرائح. ما يمكن يكون إلا سبقوا معايا للجمعية اللي كانت بزاف السنة 13 إن شاء الله عقبال 1000 عام. وطول عمركم عواشركم مبروكة. وكل عام وانتم بخير النساء المغربيات الشابات الفتيات. وفرصه سعيده لي اهني الزوجات ديال السيده عزه الغاوي والله يرحم باباها ويخلينا وليداتها ويرحمنا جميعا بالحياه وبعد المغرب. شكرا جزيلا وشكرا مبروكه. المكافحات المناضلات من اجل رحمه العيش. الله الله